الإنتربول منظمة عالمية بحق تسعى إلى مكافحة الجريمة، بدأت رحلتها قبل 100 عام. في عام 1914 وخلال المؤتمر الدولي الأول للشرطة الجنائية في موناكو ولدت الفكرة، لو تعاونت الشرطة على المستوى الدولي لأصبح العالم أكثر أماناً. عرقلت الحرب العالمية الأولى هذه الخطط، لكن عام 1923 تأسست الإنتربول رسمياً في فيينا على يد 20 بلداً. تأسست وحدات خاصة للتعامل مع البصمات والمخدرات والمجرمين الفارين وتزوير العملة وجوازات السفر، وتبقى هذه الأنشطة هي الرئيسية اليوم. لتسهيل التعاون وافق كل بلد عضو على تأسيس مكتب للإنتربول تعرف اليوم بالمكاتب المركزية الوطنية. عام 1935 أعطت شبكة اتصالات لاسلكية مستقلة الشرطة قناة خاصة للتواصل، لكن مع اندلاع الحرب العالمية الثانية توقفت المنظمة عن العمل. بعد الحرب انكبت المنظمة على إعادة البناء مع مقر جديد في باريس، وخلقت أداتها الرمزية النشرة الحمراء لإنذار البلدان الأعضاء بشأن الأفراد المطلوبين. النشرة الحمراء هي جوهرية في تعقب المجرمين الفارين الدوليين، وكانت الأولى في سلسلة نشرات مشفرة بالألوان. عرف عدد أعضاء الإنتربول نمواً مضطرداً، إذ رأى عدد متزايد من البلدان الحاجة للتعاون الشرطي، وازداد التعاون مع الأمم المتحدة قوة، فقد عزز اعتراف الأمم المتحدة بالإنتربول عام 1971 وضع المنظمة، فيما بلغ دور الإنتربول في محاربة الإرهاب ذروته مع إصدار عام 2005 نشرة خاصة مشتركة بين الأمم المتحدة والإنتربول، ومع قرار مجلس الأمن الدولي لعام 2014. عام 1982 تأسست لجنة خاصة لضمان احترام حقوق الأفراد لدى معالجة البيانات من قبل المنظمة. في عام 1989 نقل الإنتربول مقر أمانته العامة من باريس إلى ليون، وعمد إلى فتح 7 مكاتب مركزية ومكاتب تنفيذية لدى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. شكلت اعتداءات 11 من أيلول سبتمبر عهد إرهاب جديد ونقطة تحول بالنسبة للإنتربول. لذا أنشئ مركز العمليات والتنسيق لدعم البلدان الأعضاء على مدار الساعة، وسمحت منظومة I-24/7 للشرطة بالتبادل المأمون للرسائل والوصول الآني إلى قواعد بيانات الإنتربول. أنشئت أيضاً قاعدة بيانات لوثائق السفر المفقودة والمسروقة للمساعدة في تعقب المجرمين الذين يحاولون عبور الحدود، وقواعد البيانات تدخل في صلب عمل الإنتربول وتتضمن بيانات عن المركبات والأعمال الفنية المسروقة وسجلات جنائية مثل بصمات الأصابع والبصمة الوراثية. عندها أصبح الإنتربول أكثر فعالية من ناحية العمليات، وأوفد فرق التحرك لمساعدة الشرطة الوطنية ميدانياً. تستهدف عمليات إنفاذ القانون سلسلة واسعة من الجرائم التي تسعى المنظمة إلى مكافحتها بنشاط اليوم، كالجرائم ضد الأطفال والإتجار بالبشر والسلع المزيفة والأدوية غير المشروعة والمخدرات والجرائم البيئية وتعقب المجرمين الفارين وغيرها. يضم الإنتربول اليوم 190 بلداً عضواً، جميعها ملتزمة بجعل العالم أكثر أماناً. لكن الجرائم تتطور، والخطر الجديد اليوم هو جرائم الإنترنت، وسيسمح مجمع الإنتربول العالمي للابتكار في سنغافورة بتقديم الدعم للشرطة في العالم لمواجهة التحديات المقبلة. مكافحة الجريمة تصبح أكثر فعالية بكثير لو أن مواطني العالم انضموا لتأدية دورهم أيضاً.
وتسعى تيرن باك كرايم إلى جعل هذا الهدف واقعاً، فيما يتطلع الإنتربول إلى المستقبل.